بنادى يا دبلومات بنادى ثاني بجال بجال تفضل تفضل احكي دكتور. هاي الشرطه امامكم مانعه وحتى خروج الدبلوماسيين العراقيين بداخل السفاره العراقيه، اغلب الدبلوماسيين الموجودين محتقلين، الشرطه ما يسمحون لنا، وهاي ظاهره يعني لاول مره نشوفها. هاي مو شرطه، هاي صراحه مو شرطه، لان السلطات الروسيه ما تقبل على هذا الشيء اللي صار اليوم بالمدرسه العراقيه، طلاب يمتحنون برا بالبرد بالشارع. هاي ما صار نهائي، بنايه عمره 11 سنه ملك للعراق، والان جيرنوفسكي وين كان؟ سرق عمال العراق، سرق نفط العراق بزمن صدام حسين، والان يظهر جايب له ما في يحطها بداخل المدرسه العراقيه، يمنع خروج الدبلوماسيين، نص الدبلوماسيين العراقيين بداخل البنايه، والنص الاخر هذا يا بالشارع اللي تشوفونه، صور السيارات، صور الدبلوماسيين نايمين للصبح بالشارع، مو صحيح ونص من عندهم. شو موقف الخارجيه الروسيه؟ موقف الخارجيه الروسيه؟ موقف الخارجيه الروسيه 10 مرات اتصلنا بهم وحكوا مع الشرطه ومع كذا، نجيكم نجيك لحد الان اي اجراءات تخدم. طيب الخارجية العراقية شو اتخذت؟ الخارجية العراقية موقفها جيد جدا وممتاز جدا وعلى اعلى المستويات. كيف وضعكم الصحي بالداخل؟ خربط عندنا معاون ملحق الثقافة وشالوا بالاسعاف الان برا دكتور ابراهيم. حدا تعرض له صحيا؟ نعم، الدفع والغلط والاهانة البارحة اللي تعرضنا لها بداخل من قبل حتى الشرطة. Just a little bit.